انه جمهور رهيب وحلو، والله يعين الشباب اللي عم يعزفوا وعم يغنوا مشكورين، الله يعينهم مو مني، انا عم بستمتع مثلكم. في قامه كبيره كمان موجوده معنا، بنت حمص الاستاذه ليندا بيطار. بعد حالي لما نبكي لما نشكي والحنين Thank you.
نانسي مها الحموي اللي اجت امبارح من روسيا لتشاركنا بالحفلة. خلصنا حرب وقطعنا من القصة، صار بدنا نعيش. شكرا لكل القائمين، وبدي خص بالذكر الأستاذ سلام. حقيقة الجمعية كمان ما قصروا، ألف شكر لكم. بتمنى من كل الجمعيات يعني كمان تتشجع على هكذا مبادرات. الفريق واحد واحد، فردا فردا مشكورين، عظماء أنتم فعلا بكيتوني. شكرا لكم.